هنا في المنطقة متاعكم الأسعار إقبال متاع المواطنين؟ والله شو لك بالنسبة لقبال المواطنين، تشوف يقوسوا مع بيسوا في متناول في متناولها، معليش ليه يجوا ياخذوا يجوا يقوا حاجة بيج. كيفاش عندك الكيلو دلاع؟ 500 كيلو دلاع. مش غالي شوية على المواطن الزوالي؟ نفس السومة نتاع مارشي لكرو. فاش؟ نفس السومة نتاع مارشي لكرو. مارشي لكرو فيه أقل، تلقى فيه أقل، مش قلت لك أقل. الخس 400 بابا. 700 بابا، أقل من مارشي لكرو. فهمتني؟ قلقونا بدينا في طيحوا هنا. أنا فهمتني؟ وخذينا فيها رخصة تو مبدئية وإن شاء الله خويا ربي يوفق. باهي ناخذوا مواطنين معانا باش يحكيونا شوية على الأسعار. السلام عليكم. قول عمي نار أخويا ومسمار. كيلو البطاطا بدينار، كيلو الفلفل بالفين. يا حسرة على الزين، يا حسرة على الزين يا بابا. راني تو حتى مع بن علي كانت ثم غلاء في المعيشة. على انت كنت المواطن التونسي كان غني مع بن علي وتولى فقير. كان البال يخدم، اما كانت الخضرة رخيصة، كان كيلو البطاطا ب 300 فرنك. لازم من الاول فما خلينا دقيقة بركة تو. الدنيا رخيصة، اشنو؟ لا لا الدنيا رخيصة، انتم ترخوا وانتم قاعدة ترخي يا كار. لا كيفاش رخيصة؟ كيفاش؟ غير انت ترخي بركة. الدنيا رخيصة قدامكم والله، الدنيا رخيصة فهمتي ولا الفلفل بس الفلفل بالفين رخيصة. الدنيا بتستعرب بالله. ايه ودي ايش فيه هذا؟ وين ودي شد بلاك؟ وين رخيصة؟ رخيصة كيلو البطاطا بدينار وب 1200. بدينار اللي بقد ايه؟ وين هو قدامك الفلفل ب 2000 فرنك؟ وين ب 1400؟ 1400 غير رخيص. 1400 1400 رخيص. سايب عليك 700. اللي عنده عائلة لازم زوز كيلو. علاش؟ مالك شنو؟ كيلو البصل ب 700، كيلو بسلة ب 700. بارا سايب عليك، سايب عليك. تحدث على خضر. مش بليش. اما غادي كسوم ولهنا سوم. لهنا سوم. قديش؟ ب 300 و 400 البطاط. هاي كانت ب 300 و 400 البطاط. يا ودي قبل نحكي لك، كانت ب 300 و 400. علاش لوج عليها قبل؟ مرشي لكرو. والله العظيم مرخص من مرشي لكرو. والله العظيم، والله العظيم نمشي ناخذ. اسمعني، علاش في تونس؟ قداش تبيع فيها طماطم؟ طماطم قداش تبيع فيها؟ طماطم اي قداش تبيع فيها؟ تبقد ايه؟ 300 طماطم. 300 يلوح عليك. اقسم بالله ب 300. هاي ب 300. تقول غالي. لا خاطر تجدو هاك تغني فيه. هاك غالي عندك في الناس. هاك غالي انت في الناس. ما قالوا لك شريها. هاك غالي في الناس. قالوا لك شريها. هاك تغني تبيع فيه. حرام عليك باش تعمل مشكله. لا مش حرام. يا عبتها مشكله. سالني جاوبته. علاش دز فيا؟ انت ما عمري مريتك، انت اول مره نشوف. انت علاش دز فيا؟ انت جاي باش تاخذي ولا جاي باش تعمل مشكل؟ جاي باش تاخذي ودزني. تفضل بابا مرحبا. برالو كلمه ترى. كلمه شو سبعين فينا نحن؟ برا كلمه. هي هك دز في صدرك علي. كوني نعطيك واحده بناي. اي نعطيك مال الجنوب. تعطيني اش تعطيني؟ يا المكشي. هذه مرشي الجروب. وين ارخص؟ هنا ارخص. يا عليه ما تناقش فيه انت.
وعلاش تعمل له في مشكل؟ يا اش بيك قاعد تناقش فيا؟ ياك تناقش فيا انت؟ يا ناقش فيا وتقول لي ارخص وتقول لي خمسه. ياك توك ما انت علاش تقول لي غالي؟ قلت لك ايش غالي؟ نعطي في ناخذ في رايكم ناخذ 700 غالي. ياك انت تتلكش على بيت برا. قلت له رخيص يا ولدي. برا يا ولدي برا مشي بعدنا. تبيك تتلكش على الراجل انت؟ تبرى بعدنا يا ولدي. تبرى مشي بعدنا. تبرى بعدنا. تبني جيت. تبني جيت. يقول لك الكيلو تاع بطاطا على بنفسه 700 فرنك ولا 600 فرنك هاك ولا 600 فرنك. انت كي مش تخلص في التيفي ما بعدش كي نشوف ما تلقاش 600 تكلفك 630 640 فرنك. شنو عندك في ربح؟ عندك في 130 فرنك. 130 تاع نهار كامل ولا 130 فرنك تاع طاب؟ قد ايه طماطم؟ 800 فرنك. والفلفل قد ايه؟ يا ولاية بكله وش ليه واليوم اثنين كما قلت اي عاد دخل اثنين في ثلاثه شنو نعمل له؟ ليه يا شنو نعمل؟ طيشوها تعطيني انت؟ هذا مش بيحوا لي ب 18% هذا ذاك لا ذاك ب 18 انا حيها ايه بيع لك الاخر ب 18 كله خامش طماطم خامش هذا كله خامش هذا طماطم هذا هاي تمام هاي مسيا شعاون يفرز معي شعاون نبو فرزة مضروبة السلعة كلها مضروبة يا بنتي مني مضروبة كله حاس كله حاس كله مني يا عبد الله يا عبد الله مضروبة شو شتيها شو ما تم سيبها تفرز فيها خليها ما يكون مالك مش ناخذ طماطم دابا شبه هاي شيء الناس تفرز مش ناخذ طماطم مش تفرز مضروبة ها من ناحية مش ما تمشي عندك اليوم يا خير مضروبة خليها لا وخليها لابس عليها وخليها لو كنت جيت كعبه في وسطهم شكون قاعد تستفرز الكعبه لابس عليها مش تستفرز الكعبه يا حاج وبعد عندك تبدل الكعبه المضروبه انا ما عنديش صندوق بشامبي انا هنا كنت قدامك يا عجبك شويه نفرز على كيفي هنا ايه يا اخي تفرز المضروبه مش تاكلها انت هي تساني انت يا عجبك شبه ال 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 طماطم اخذ لك كيفاش كيفاش شوف طماطم يا ولدي مالك ومال هذيك ما تشريها مالك ومال انت تحب لاحظت اللي معناتها السلعه ماهيش جارك ابو خذاك يبيع السجاره يبيع السجاره خذيت من عندي خذيت من عندي خذيت